الشهادات المعطلين في المغرب. نحيي شهيدينا مصطفى الفزاوي ونجيا هدايا وكذلك كل شهداء الشعب المغربي يقدم من يخفنسن باش يعيش الشعب وانيتين مرفوع الرأس والكرامة العدالة الاجتماعية المساواة الحرية بكل المفاهيم التي نضلت عليها الطبقة العاملة بشكل عام. مستجد أو توضيح المسار التدخل القمعي الوحشي الهمجي في صفوف حركة المعطلين في شخص التنسيق الإقليمي بالحسيمة تحت لواء الجمعية الوطنية لحامل الشهادة المعطلين في المغرب نهار على الساعة 8 صباحا بستة قلوانيتين في إطار المعركة البطولية من قوة التنسيق الإقليمي من أجل تنفيذ كل الوعود والالتزامات الممنوحة للجمعية الوطنية بخصوص التنسيق الإقليمي بالحزيمة وكذلك خلق مناصب مما يتناسب والكم الملتف حول لواء التنسيق الإقليمي. لكن لا نتفاجأ بالبث والمطلق مدى تعنت المسؤولين القائمين على أمر التشغيل في تعاطي مع مطالب وحركة المعطلين من جانب الإقليم. لكن مبقى دائما وابدا ان الوجه النظام وانيتين الدولية ثانيتين المغربيين المسؤولين القائمين على امر التشغيل بالمنطقة نعرف انه رغم الشعارات نكتين الانصاف والمصالحة العهد الجديد دولة الحق والقانون التنمية المستدامة ولكن في اخر المطاف من الجان مهم هو الزروطة القمع كل الحركات الاحتجاجية. لكن لا نتفاجأ اليوم نهار على الساعة 8 أضياف القمع شتى الترسانة القمعية البوليس الدرك السيمي أنه نال جماجم المعطلين المعطلات أنه في آخر المطاف طلب نشجن حجد قناة الشغل القار والتنظيم من أجل الولوج إلى الوظيفة العمومية أنه دخلني وذنينا أكسر جماجم المعطلين مما أسفر عن عشرات الجرحى ولكن الوضع ويقيم شي ذانيتين بقدر إجهاض إحدى الرفيقات التنسيق الإقليمي كما فعلوا إبان 25 مارس أمام نيابة التعليم بإقليم الحسيمة ونشنين كمعطلين التنسيق الإقليمي إلى نخوض جني اعتصام مفتوح بالنيابة الإقليم بالحسيمة وكذلك مركز المعلمين والمعلمات ذانيتين بالحسيمة أنه وذانينا أتلو نتفاجئ شيء ومنقى دائما وابدا انه نظام الاجهزه ينس نظام الطياعين نظام الخونه نظام السماسره يتقبل من نظام وانيتين حول ما امكن دائما وابدا تبين بانه خط من شي حاجه قناص المصلحه العامه نظام شي حاجه قناص مصلحه المعطل. لكن في اخر المطاف وين شي حاجه قناص مصلحه المعطل نظام شي حاجه قناص مصلحه الجمعيه الشعبيه من دين في الامر هو مصلحه يوذان من غاد جند النفوذ المصلحه يوذان من غاد جند القرابه الدمويه القرابه العائليه وبالتالي رجع يجن تدخل عنيف وعنيف انه وقع عنيف وعنيف لانه يسيد وفن كسين غانغ ركبافيس كسين غانغ كذلك الزروطة وكذلك كسين غانغ مجموعة الوسائل القمعية. لكن شنو نبقى دائما وابدا انه نتمتلك شنو حاجة هي العزيمة والارادة نتمتلك القناعات المبدئية انه الدار المعطلين سوف يواصل رغم كل المعاناة رغم كل الصعوبات لان ايماننا ان الحق ينتزع ولا يعطى ونشنين مازال عطانا مستمرين بالمعركة البطولية من التنسيق الإقليمي في إطار ننتج أشكال تصعيدية أخرى رغم أنه نشي وما يستيقظ شيء وقبو يانيتين ونفس شيء نشي يقشني منينا لأنه نشي ننسان أنه الحياة لنا ضحك الدراسة الحياة لنا المعاناة التهميش التشويع تكمر مخنا ودنينا يتشحن إلى أبواق الرسمية الغير رسمية أنه خدم المعطلين المعطلات. لكن شنو مقاصن أنه استنفذ الصبر للمعطلين. لكن شنو نتغمش إذا هو بقدر أنه نافع يسقط المطالب وهي المطالبة التشغيل الفوري لكل الملتفين حول لواء الجمعية الوطنية بشخص التنسيق الإقليمي وكذلك نعلن تضامننا المبدئي المشروط مع الأسرة المشرفة من جهة الحسيمة من طلب حقين العادل والمشروع وكذلك نعلن التضامن المبدئي المشروط مع رفاقنا في التنسيق الإقليمي رغانغ
خلينا الرفاق اذقن العمليه يجد تقول 700 اتارف، وكذلك الشمضن راشين 800 درهم، وبالتالي مزيد من الصمود لكفاح المجابهه بالتنسيق الاقليمي حتى تحقيق مطالبنا العادله والمشروعه المتمكنه في تنفيذ كل الالتزامات والوعود الممنوحه للجمعيه الوطنيه، وكذلك خلق مناصب مما يتناسب والكم الملتف حول التنسيق الاقليمي وتحيه نضاليه واستسمح، ودمتم للنضال وفيا ودام هذا الاخير لكم واستسمح وتحيه نضاليه.